كرة تعود لبعلام في منتصف ملعب اللقاء لتعود مرة أخرى لمصلحة الشمال. عبد العزيز حسن ناني موريلو يلعب الكرة الأمامية، تحولت في الجهة اليمنى باولو أوتافيو. باولو أوتافيو كرة عادت خطيرة، محاولة خطيرة للغاية وضاعت من الشمال. ضاعت من الشمال كرتك يا مهدي سالم. مهدي سالم معجبة الذي أضاع الكرة. شوف هنا إعادة الكرة في اللقطة الماضية، الضغط الذي كان حاضرا مشعل حاول لعب الكرة الأرضية ووصلت بعد ذلك، ومهدي ذهب ليحتفل قبل أن يسجل. يعني هو احتفل قبل لا يسجل، شوف راح يحتفل لكن الكرة وين؟ إلى خارج أرضية الملعب. ست محترفين عنده، هذه لدينا في أرضية الميدان. هذه الكرة التي تلعب أمامية، محاولة مرور والكرة التي تعود بعد ذلك لمشعل برشم. أذكر بأن كرة خطيرة الآن بالهندة إلى بغداد، سجل فيهم وكان يوما ما منهم. نعم يسجل فيهم بغداد بنجاح أول أهداف الشمال هذا الموسم عن طريق بغداد بنجاح. عن طريق بغداد بنجاح هذا الرجل الذي ترك الزعيم ليسجل في الزعيم. نعم من خلال هذه اللقطة وهذه الكرة عاد ومرر بالهندة إلى بغداد ليسجل أول الأهداف كان منهم وكان فيهم. كان يسجل في الخصوم لكنه الآن يسجل في مرمى فريقه السابق، بل بيته السابق، بل عشقه السابق هنا بغداد. وأول الأهداف يا بغداد أبي هذا تجزي السد، يا بغداد أبي هذا تجازي السد، يا بغداد هل علموك على عدم الوفاء؟ لكنه وفاءه للشعار يا جماعة، وفاءه للشعار. نحن نتكلم عن 28 29 متر عن مرمى بابكر. هذه كرة أكرم، ما أدري إيش ناوي لكن هذه موج مسافاته ولذلك يلعب الكرة إلى مخيقة، وكاد الزعيم أن يسجل هدف التعادل لكنه بعدت حتى الآن. الكرة لا زالت والتعادل الذي يضيع في اللحظة الأخيرة من أمام موري أو أوميد إبراهيمي صاحب 36 سنة اللاعب الإيراني الذي يظهر نعم من العدم ويبعد الكرة الخطيرة. شوف لم يكن متسللا مخيكا رافا لكن بابكر بعدها قرأ الموقف والكرة بعد ذلك عادت من وعد سددها. عودة والعودة خليني أقول جميلة، نقول مبروك لقطر، نقول مبروك لهالقطر الميدالية البرونزية بالنسبة للنجم الكبير معتز برشم. هذا وارد وأراها ممكن تكون حاضرة لأنه لعيبة الشمال حتى الآن غافل عن هالموضوع، وبالفعل الكرة التي تأتي ولكن يركنها علي أسد. سقط ولا ما سقط؟ سقط، خلص انتهى الأمر بالنسبة للقانون والقانونيين والحكام. هذا جليرمي يحاول من مسافة بعيدة من جليرمي إلى خارج أرضية الميدان. ما بين القائمين والعارضة لا شيء سداوي حتى الآن، ما بين القائمين والعارضة لا شيء سداوي حتى الآن. هذه الكرة بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب. لدينا ركلة مرمى والاحترام والتقدير والعرفان وما يقدمه الآن، لكن أنا أتحدث عن اسم وحجم وتاريخ و هذه الكرة في الجهة اليمنى نقلت سليمة أمامية خطيرة، حطها سجلها مخيكا، لكن مخيكا في موقف متسلل. من اللي يقول سعود أحمد؟ سعود أحمد في موقف متسلل.
ايوه النهائي كان سمو الامير واخر مباراه هذه عادة طبعا لمساله التسجيل. في الجهه اليمنى كره لمصلحه الشمال عادت الى موريلو الكولومبي. مرور خطير وثاني اهداف الزعيم عن طريق بغداد. الله 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 يقسو على من اتوا به الى قطر، يقسو على من عاش بهم وفيهم لسنوات طويله، يقسو ويسجل ثاني الاهداف. يقسو لا يقسو لا يقسو لا بل يقول لماذا فرطتموا فيني؟ لماذا تركتموني؟ لماذا دعوتموني؟ أغادر. هل كان متسللا؟ لا بل إن مصعب كان يغطي وبشكل كبير مصيدة التسلل. الله 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 لما كن أعلم بأنه يعرف الشباك، أعلم بأنه هداف، لكنني لم أكن أعلم بأنه جلاد، لم أكن أعلم بأنه يعرف الشباك السداوية. هكذا معرفة، هكذا طريقة بغداد، هذا لا يستغنى عنه. بغداد مثل التلفون، كنت راح أقول اسم شركة. بغداد مثل التلفون، تستخدمه كم سنة، لكن هذا وصف مجازي. هو طبعا أعلى من ذلك، أنا أتحدث بشكل مجازي. ثاني أهداف الشمال عن طريق بغداد. السد بلا أنياب، أعطيك إياها من الآخر. لم يهدد مرمى الشمال، لم يأتي، لم يتصدى بابكر لكرة خطيرة إلا إذا هذه كرة، هذه محاولة وإبعاد يأتي، والكرة ذهبت لدى بغداد. هذا بغداد ينتظر، يحول، يا سلام، الكرة إلى مهدي. مهدي يتقدم، الثالث يسقط مهدي سالم، والكرة تتحول بعد ذلك لمصلحة نادي الشمال. الضغط الموجود في منتصف ملعب اللقاء، موفق عوض الذي دخل منذ قليل، موفق اللي شفناه مع أندية كثيرة، لكن نعلم عمل الكبير مع نادي الريان. الآن يأتي مع الشمال، موفق عوض. هذه الكرة الآن غادر طبعا اللاعب عبد العزيز حسن. هذه لدينا الكرة الآن، تلعب يا سلام إلى بالهندو وحده. الله 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 الله، هذا الشمال هو وضعها بالشمال، لكن هذا الشمال ولا شنو؟ هذا العمل ايش اللي قاعد يسويه الشمال؟ والعمل الجميل الذي يقوم به الشمال. الشمال كانوا يقولون في السابق بأنه يلعب مباريات جميلة لكنه لا يأتي بالنتائج، لكنه اليوم طريقة يعني هذه تسديدة يونس بالهندة اللي وضعها بيسرى. كان ممكن على فكرة يعمل لها كنترول، اللعب كله على منظومة، لكن هذا الثنائي حطه في أي منظومة ثانية راح تشوف بعد يطور لك أي منظومة. هذا الثنائي بقدرات اللي عندهم من الخبرة والشباب والقوة والذكاء. لدينا ركلة زاوية الآن، هذا أكرام مقوس على الأول، خطير. الله موريلو، تونا نمدحك يا شيخ، تونا نقول انت زين، تونا نقول انك خبرة وذكاء ودهاء، تونا نقول انه يتمناكم اي دفاع يسجل ويقلص النتيجة. شوف شلون ركنها، شوف شلون وضعها، يا سلام يا موريلو، يسجل لدينا ويقلص النتيجة. هذه غريبة من موريلو، شلون اسكنها، شلون وضعها في مرمى الشمال، يقلص النتيجة 2-1 2-1. موريلو 7 دقائق، اما ان تكون 3 نقاط للشمال، اما ان تكون نقطة هنا ونقطة هناك، واما ان تقلب الطاولة في اللحظات الأخيرة. شفنا مثلا الريان اللي فاز على ام صلان ب3-1 وقلب الطاولة في الاشواط او في الاوقات الاضافة. اوبا يا عبد الرزاق، اوبا يا يوسف، ماذا أهدر يوسف عبد الرزاق في الكرة الماضية؟
للأسف أهدرت كرة كان بإمكانها لو سجلت لبقت هناك 6 دقائق أمام السد. هذه الكرة كيف ضاعت؟ كيف ضاعت؟ علموني، خبروني، قولوا لي يا يوسف عبد الرزاق كيف أضعت الكرة الماضية؟ أوه يا كرة، لكن تتعرفون الشمال الظاهرة الجماهيرية كان عاشقا والهانا محبا يعني للشمال، وهنا لدينا عرضية مخيفة، كرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج أرضية الملعب، محاولة سداوية أخرى، تبقى لدينا 5 دقائق، هذه عدت ومرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. كاد مخيكا، ترب مخيكا، 3 دقائق، يا من تتابع يا من تناظر، هل يأتي التعادل؟ عرضية، الله يا بابا كرسيك، يا بابا كرسيك ابعدها في اللحظة الأخيرة. هذا الحارس الذي تألق من خلال الكرة الماضية، انظر إلى هكذا عرضية على القائم الثاني، حلوة معلا بكر. طالب هوا، طالب كرة عالية، هذه لدينا كرة عالية الآن تلعب عن طريق بيدرو، وبعيدا دفاعيا وصلت في الجهة اليمنى، يطالب بأمر، بيدرو يريد شيئا، ركلة مرمى تأتي الآن، ما نراه وهنا لدينا الكرة التي أبعدها طبعا بغداد، والتدخل بعد ذلك، هل لمس الكرة بغداد؟ زاويتين تدين بغداد، اللي نعم، ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة نادي السد. المهاجم الجديد معوض بغداد يعني مناسب، وهذا أكرم، وهناك بابا كرسيك، هل يأتي التعادل؟ هل يأتي التعادل الآن بالنسبة للزعيم أكرم؟ نعم، يتصدى بابا كرسيك. أي سيناريو هذا؟ أي سيناريو هذا؟ قال وقلت لي وعرف وخبرتني أعطيتني المعلومة، لكن نتأكد هل كان على الخط؟ ما كان على الخط، هل تصدى بشكل رسمي؟ هل تصدى بشكل قانوني؟ بابكر الآن يأخذ النجومية من بغداد، بابكر سيك يأخذ النجومية من بغداد، إن صح تصديه، إن صح تصديه، الألعاب صحيح، التصدي صحيح، ونصيحة بغداد كانت سليمة، لن يحدث هذا الأمر، نصيحة بغداد تصدي ولا أروع لكرة أكرم، ضاع الانتصار أو التعادل، وضاعت النقاط 3 ركنية، وتنتهي المواجهة مشاهدينا متابعينا، فعلها الشمال مفاجأة أولى في دوري يبدو بأنه يحمل الكثير من المفاجآت، مبروك، ألف ألف مبروك لعشاق الشمال، إدارة الشمال، لاعبي الشمال،